هناك العديد من ألغاز إخناتون التي تركها خلفه، وقد تطلب الأمر قرنا من الاكتشافات الأثرية لإعادة تشكيل قطع الأحجية التي ما زال ينقصها الكثير من القطع، وإحدى تلك القطع هو جسد نفرتيتي. لم ينجح أحد حتى الآن في العثور عليه. ووفقا لعالم الآثار نيكولاس ريفز، فإن مقبرتها موجودة في وادي الملوك، مخبأة خلف جدران مقبرة توت عنخ آمون. والآن نأتي للغز الكبير الثاني: من كان توت عنخ آمون حقا؟ هل كان ابن نفرتيتي وإخناتون؟ إن كانت الإجابة نعم، فلماذا ليس هناك أي أثر له بمدينة العمارنة التي عاش فيها أبواه المزعومان؟ الغريب إن توت عنخ آتون اتولد هنا، وعندنا الدليل اللي هنتكلم عنه، لكن عمرنا ما شفنا منظر واحد لتوت عنخ آتون. احتمال يكون داخل الحجرة اللي بيطلق عليها حجرة الألفة. القاعة دي فيها منظر مهم جدا ناقشناه احنا العلماء اللي هم متخصصين في الأصل 18. داخل القاعة ده في منظر مهم جدا، المنظر ده واحدة ست شايلة طفل. اغلب العلماء بيقول ان الطفل ده احتمال يكون توت عنخ آتون. كان الفضل للعلم في تسليط الضوء على مناطق حافلة بالغموض المحيط بهذه العائلة المعروفة. ففي عام 2004 قاد زاهي حواس عملية دراسة كبيرة للمومياوات الملكية، وكانت أول مومياء تخضع للفحص بالأشعة المقطعية والتحاليل الجينية هي مومياء توت عنخ آمون بالتحديد. من أمه مش عارفين، مش متأكدين. تي ما نعرفش، نفرتيتي ما فيش دليل. عندنا بقى من المومياوات اللي موجودة من العيلة مين بقى؟ عندنا مومية يويا وتويا. تويا ويويا كانوا أم وأبو الملكة تي، أقوى امرأة في الأسرة 18. وعندنا مومية أمنحتب الثالث، وعندنا مومية توت عنخ آمون، وعندنا الاثنين الأجنة اللي عثر عليهم داخل المقبرة. لكن عندنا مومياوات تانية بنقول عليها ان تم عليها دراسات قبل كده، والناس اعتقد ان هي لها صلة بعائلة توت عنخ آمون، زي مومية الست الكبيرة في المقبرة رقم 35 بتاعت أمنحتب الثاني. ربما تعد المقبرة رقم 35 الموجودة بوادي الملوك المكان الذي نجد فيه الإجابة النهائية على افتراضات علماء الآثار، فهناك تم اكتشاف مومياء امرأة عجوز لها صلة قرابة بتوت عنخ آمون. عملنا عليها دراسات، لقينا دي مومية الملكة تي، لأن هوارد كارتر كشف عن تابوت صغير فيه اسم تي وحتة بالشعر، خصلة من الشعر. عمل مقارنة بين خصلة الشعر اللي في التابوت الصغير وبين خصلة الشعر بتاعت الملكة، لقوهم فيه تماثل، يعني احنا بنؤكد انها الملكة تي. من المؤكد ان الملكة تي هي والدة اخناتون. وان كان اخناتون والدة توت عنخ آمون، فان تي هي جدته. وقد اكتشف علماء الآثار بجوار مومياء تي مومياء أخرى لامرأة أصغر عمراً دون اسم، لذلك سميت بالسيدة الصغيرة. المومياء للست الصغيرة اللي جنبها لقينا إن دي أم توت عنخ آمون، لكن ملاش اسم، عرفناش اسمها، لكن لقينا ان دي بنت أمنحتب الثالث والملكة تي. واحنا عارفين اسماء البنات، هل هي واحدة منهم؟ طبعا لازم تكون واحدة منهم، لكن ده بيؤكد ان إخناتون تزوج اخته الشقيقة. وبالتالي فهل توت عنخ آمون كان ابنا لعلاقة بين اخ واخت؟ ممكن، ولكن للتأكد من ذلك كان يجب التحديد بشكل مؤكد أن إخناتون هو الأب الحقيقي
لتوت عنخ آمون. مين أبو توت عنخ آمون؟ علماء الآثار كانوا مختلفين. واحد يقول لك إخناتون، ليه؟ لأن في بعض القطع الحجرية عثر عليها في الأشمونين منقولة من تل العمرنة بتقال فيها توت عنخ آتون ابن الملك وعنخ إس إن با آتون زوجة الملك. طبعا اسمه ده بيدل انه عاش في العمرنة. هنا وجد علماء الآثار عقبة أخرى يجب أن يجتازوها. أين يوجد جسد إخناتون؟ ففي المقبرة الملكية بتل العمارنة لا يوجد أي أثر للمومياء الخاصة به ولا حتى لتابوته. ومع ذلك فإن الملك كان قد أقسم أنه كان سوف يموت في عاصمته مدينة آخت آتون، المدينة التي تم تكريسها للإله آتون. توت عنخ آمون تولى العرش واتنقل إلى طيبة وأصبح اسمه توت عنخ آمون بعد ما كان اسمه توت عنخ آتون. الحقيقة إنه نقل الموميا بتاعت أبوه وحطها في المقبرة رقم 55. كانت المقبرة رقم 55 الصغيرة بوادي الملوك مفتاحاً لحل واحد من أكبر الألغاز الأثرية للقرن. وباكتشاف البريطاني تيودور دافيز عام 1907 لهذه المقبرة كانت تبدو مخبأ لقطع جنائزية بالأحرى من كونها مقبرة. وبالداخل كان هناك مجموعتان من الأشياء. الأولى كانت مجموعة أدوات لازمة للجنازة وعلى ما يبدو خاصة بالملكة تي والدة إخناتون، ولكن كانت تنقص بالتحديد مومياء الملكة التي عثر عليها في المقبرة رقم 35 بجوار السيدة الصغيرة والدة توت عنخ آمون. أما المجموعة الثانية من الأشياء فكانت عبارة عن أوان كانوبية وتابوت لامرأة يبدو أنها تخص كيا الزوجة الثانية لإخناتون. ورغم ذلك فإن الكتابات على التابوت احتوت على تصحيحات لغوية، فقد تم تعديل الأسماء المؤنثة إلى أسماء مذكرة. لأي سبب؟ لمن كان الجسد داخل التابوت؟ رجعنا من العمرنة وتكلمنا عن إخناتون، لكن هنا في حاجة مهمة جدا، ان احنا قدامنا التابوت ده مكتوب هنا على الليبل ان توت عنخ آمون حط الموميا بتاعت ابوه إخناتون جوه تابوت امرأة ونقله وحطه في المقبرة رقم 55 في الأقصر. جه عالم الآثار جاردنر ومتخصص في الكتابة الهيروغليفية وقرا ان موجود هنا خرطوش إخناتون. والحاجة التانية المهمة، لما حطينا القناع ده تحت الأشعة المخفية طلع الخرطوش بتاع إخناتون واضح جدا. إذن بفضل تحاليل الجينات يمكننا القول بدرجة كبيرة من التأكد إن توت عنخ آمون كان ابن إخناتون، ولكن عن طريق علم الجينات يمكن دائما الوصول إلى حل للغز كبير آخر لعائلة توت عنخ آمون، اختفاء جسد نفرتيتي. بعض الإشارات المهمة تعود إلى مقبرة توت عنخ آمون، حيث تم العثور على أشياء أخرى بالإضافة إلى مومياء الفرعون. طلعنا بقى الأجنة، واحد مات عنده 5 شهور وهو في سنه 5 شهور والتاني مات عنده 8 شهور. قارناهم بموميتين موجودين في المقبرة رقم 21، موميا بدون راس لقينا ان احتمالات كبيرة جدا تكون دي عنخ إس إن آمون وجنبها موميا براس، بنعتقد الموميا دي ممكن تكون خاصة بالملكة نفرتيتي. بس عشان نتأكد لازم نزيد في الدراسات ولازم نلاقي العظام العظم بتاع موت نجمت اللي كانت مدفونة جوه مقبرة حور محب بسقارة عشان نقدر نقارن أختها موت نجمت كانت أخت نفرتيتي، عشان نقارن بين الاثنين ونؤكد هل هذه مومياء نفرتيتي ولا لأ.